يعني نفسنا طبعا يعني نشوفه كتير, وبركة كبيرة ان هو يكون معنا في الاجتماع النهاردة, وان شاء الله يعني كل فترة كده يكون مباركنا وربنا يديله نعمة وعوضه عن تعبه ويدينا احنا كمان اذان صغير وقلب كده مفتوح يستقبل بزار كلمة ربنا ويجيب ثمر 30 و60 و100. الروح القدس الله الواحد امين. بشكر قدس ابونا على محبته وعلى دعوته, وانا دايما احب ابقى في وسطكم واخد بركه الست العذراء وكنيستها. بمناسبه الثانكس جيفنج نحب نتكلم على الشكر, ومن الحاجات الحلوة اللي ربنا دايما يحب يسمعها مننا ان احنا دايما بنقدر عمله معانا وبنبين تقديرنا لعمله وعطاياه لينا. دايما بحب يبقى كل درس لي آية, فآيتنا النهاردة من قصة هنتكلم عليها, قصة شفاء البرص. بتقول: فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. تأملنا النهاردة هيكون في ثلاث نقط. احنا دايما زي ما قلنا نحب نشكر ربنا على عظم صنيعه, وشكرنا لربنا أو تأملنا في الشكر النهاردة هيكون من خلال قصة شفاء العشر برص. وهنتكلم على ثلاث نقط. أول نقطة نفهم شوية إيه وضع كان الأبرص في الشريعة اليهودية ومقارنة دوت بوضعنا دلوقتي في عهد النعمة. تاني حاجة صراخ البرص ولما قعدوا ينادوا على السيد المسيح عشان يشفيهم. وثالث حاجة ثالث نقطة رد فعلهم لما اتشافوا, رد فعلهم لما اتشافوا. أول نقطة وضع الأبرص في الشريعة اليهودية. كان الأبرص في الشريعة اليهودية يعتبر نجس, ومش كده وبس, ده كان ما يحلش ليهم ان هم يخشوا يصلوا, ما يحلش ليهم ان هم يعيشوا في وسط عائلاتهم في وسط المدينة في وسط السكان, وكانوا يطردوهم بره المدينة ويعيشوا بره المدينة, وعليهم ان هم يمزقوا ثيابهم اشارة الى نوحهم ان هم بينوحوا بيتزللوا ودايما يغطوا وجههم. دي كانت ايه في الشريعة. ولما يكون حد ماشي ومعدي قصاد واحد يكون ابرص يقعد ايه يصوت او يصرخ نجس عشان ما يتنجس اللي هو ايه معدي جنبه دوت. فتخيلوا يبقى شعور الانسان ده ايه اللي هو عنده هذا المرض. ولو بصينا على المعنى بتاع الأبرص نلاقي يعني بخلاف ان هو مرض من المعنى الروحي ان هو ما يكونش ليه اي علاقة باي شخص ولا اي اصدقاء, يعني انسان كده معزول. وكان المعتقد عند اليهود ان الأبرص ده انسان ربنا غضبان عليه معاقبه وبسبب غضبه عليه حط عليه او ايه ابتلى بهذا ايه المرض. وتقول لنا القصة ان هو لما دخل السيد المسيح الى البلد ديت دخل واستقبله الايه العشر برص دول. فهو ايه قبل ما يخش البلد قلنا ان هما دايما بيبقوا خارج البلد وحسب ايه الشريعة اليهودية. لو قارنا بقى الوضع البرص دول بوضعنا دلوقتي فنبص نلاقي كان البرص دول يعني بيمثلوا فعل الخطية في الإنسان. هو ده قلنا مفهوم اليهود عن البرص ان هو ده من نتيجة الخطية, وبالضبط زي ما الشيطان بيعمل في الإنسان ان هو نتيجة العمل الشيطان ان هو بيخلي الإنسان يتنجس بالخطية. نفس الحكاية برضو زي ما البرص ده لو حد منكم جاب صورة لإنسان عنده البرص تلاقي إنسان مشوه يعني شكله مش طبيعي. فده بالضبط اللي بيعمله برضو إبليس في كل إنسان
بيكون ايه تحت ايده، بيخليه كده ينتشر في ايه في روحه بقى مش في جسمه الايه التشوه ده بيشوهه، وده نتيجة الايه الخطية اللي الانسان ابليس بيوقعه فيها. وزي ما الابرص قلنا ان الشريعة بتعزله بره الايه البلد ان هو ما يقدرش يسكن في وسط الناس العاديين، برضو الايه ده اللي بتعمله فينا الخطية، انها بتعزلنا عن ايه عن الكنيسة عن جسم المسيح عن ايه اتصالنا بايه بربنا، ونبقى مطروحين في الخارج لغاية لما ايه يوصل بينا الحال ان احنا لو استمرنا في الخطية دي هنطرح خارج ايه الملكوت، نفقد ايه الملكوت بتاعنا. وزي ما برضو الانسان الابرز ده لو ما تم شفائه ممكن يموت بسبب البرس بتاعه ده، كذلك الانسان مننا لو ما تم شفائه من الخطية وتاب عنها ممكن يموت، مش هيموت بقى موت يعني ايه جسدي، ده هيموت موت ايه ابدي، موت ايه ابدي اخطر بكتير من الموت الجسدي. وزي ما قلنا ان كما الايه البرز ده بيدمر جسم الانسان فالخطية ايه تقودنا الى الموت الابدي، ودي الحاجة الايه خطيرة جدا في الخطية انها تقودنا الى الموت الابدي. تاني نقطة، ابتدى البرز دول يصرخوا عشان السيد المسيح يشفيهم. تقول لنا الآية ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. ما كانش في ايديهم اي حاجة يعملوها، زي ما قلنا هم كانوا مرفوضين ومرزولين، كانوا مرميين بره وما كانش في اي دواء وشفاء ليهم. هو انسان ده يعني خلاص هي حياته كده ودي حياته هتستمر كده وتنتهي بالطريقة دي. لكن يعني ناس كتير مننا بيبقى ليهم نفس الشعور بتاع البرز دول، ان هو يظن ان انا ماليش حل ماليش شفاء ماليش كده يعني اي طريقة ان انا اخلص من الخطية ديت. ولكن الشعور ده مش مننا، ده الشعور ده منين؟ من ابليس عايز يخلينا ايه نفقد الرجاء ونحس ان احنا الخطية اللي فيك دي ملهاش حل وانت ايه هتفضل كده وهتموت كده وخلاص ربنا مش هيقبلك. لكن الانسان اللي بيحس بضعفه بيلتجئ لربنا ويبتدي يحس يا رب انا مفيش في ايدي حاجة، زي ما الابرز ده ما كانش قادر يشفي نفسه انا برضو ايه بلتجئ لك وبقول لك انا ماليش حد غيرك ايه يشفيني. يقول بولس الرسول في رسالة روميا ان المسيح اسكننا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لاجل الفجار. لما كنا ضعفاء هو جاي يموت عشان الضعيف ده، ما جاش يموت عشان واحد كده شايف نفسه وواحد واثق في نفسه، لكن جاي موت عشان الضعيف عشان الفاجر ده الخاطي، مش عشان واحد مش محتاج ايه لربنا. عشان كده احنا لما نبقى بلا قوة قدام ابليس يبقى كأننا عاملين زي الابرس ده الذي بلا حيلة قدام البرس، زي الانسان الابرس لما يقف قدام المرض ده ويبقى خلاص لا حول له ولا قوة. الانسان اللي يقف بذاته قدام ابليس هيبقى لا حول له ولا قوة برضه، لكن الانسان اللي هيتكل على ربنا هيبقى انسان ايه يقدر يغلب ابليس ويهزمه بقوة ربنا. والناس الرجال دول زي ما قلنا كان المعتقد عند اليهود ان البرس ده بسبب الخطية وان هم اتجازوا بسبب خطيتهم بسبب البرس اللي هم فيه ده، فكانوا يطلبوا الرحمة من العذاب اللي هم فيه ويتوسلوا ان ربنا يتعطف عليهم. فشوفوا الحال اللي هم فيه كان ايه، ان هو ما كانش حد يهتم بيهم ولقوا السيد المسيح ده واستجاب ليهم، ده كفاية ان هو حتى ايه وقف وقبل ان هو يتكلم معاهم، لان زي ما قلنا اللي يقبل يتكلم معاهم ده بيتنجس، ده هم كان لازم يصرخوا نجس نجس عشان الايه الانسان اللي يقرب منهم ما تنجس. لكن هم أملهم الوحيد وضعوه في السيد المسيح ان هو قادر ايه يخرجهم من الايه الأزمة اللي هم فيه. ونلاقي عشان كده السيد المسيح دون اي ايه انسان في الايه في الوقت ده قبل ان هو يقف وايه ويخليهم يتقربوا منه، وقال لهم اذهبوا واروا انفسكم للكهنة. حسب الشريعة ان الانسان لما ايه عشان يتطهر من البرز دوت لما يخف ان هو ايه يروح للكاهن ويعمل له ايه قانون التطهير،
فهو ايه بالطريقة دي يقدر ينضم مرة اخرى للجماعة الايه المؤمنين اللي هي اليهود. ده بس بعد ايه بعد ما يشفى، ما يقدرش يعمل كده الا لما يشفى من مرضه. فهم قال لهم روحوا وروا انفسكم للكهنة، وهم ما كانوش خفوا ولا حاجة، يعني خد ايه يعني النقطة دي حطهم في ايه في اختبار. فنلاقي السيد المسيح ما شفاهمش، قال لهم روحوا ايه أروا أنفسكم للكهنة. أولا ده احترام للمركز بتاع الكهنة، إن هو ما بيتعداش على الشريعة ومركز الكاهن، وكان برضو عايز إيه يختبر إيمانهم، عايز يشوف زي ما قلنا ما شفاهمش. هما إيه اللي حصل؟ إن هما وهم ماشيين ورحين سمعوا الكلام بتاعه ووثقوا في كلمته راحوا إيه خفوا، لو هما رحين إيه يروا أنفسهم للكهنة. لكن نلاقي ان ايه يعني ربنا برضو بيحب يحط الانسان كده ايه في يعني ايه يعني زي ايه اختبارات، يحب يشوف الانسان ده هيعمل ايه في الوضع اللي هو فيه دوت. فتلاقي كده يحط الانسان في اختبار، انا انت ايمانك عامل ازاي يا حبيبي، هنشوف هتتصرف ازاي. ويقول لك برضو في لوقا 4 وبرس كثيرون كانوا في إسرائيل في زمن أليشع النبي ولم يطهر منهم أحد إلا نعمان السورياني. برضو كان في واحد اسمه نعمان السورياني لما التجأ وصلى لربنا بس إيه بصلاة أليشع النبي اللي كان النبي بتاع إسرائيل في الوقت ده شفية. ولما حصل إن هم شفية يعني إيه يقول لنا الإنجيل كده، وإذ أبرس قد جاء وسجد له وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فأطهر، وللوقت طهر برسهم. فقال له يسوع انظر لا تقل لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. ده واحد تاني يعني، هو ده معجزة تانية لشفاء أبرس. هو هنا يعني إيه بيحط كذا أمثلة إن هو برضو إيه السيد المسيح يحب يختبر إيمان كل واحد. ومن هنا بنلاقي إن ربنا دايما يسمح إن حاجات تتأخر في حياتنا لاختبار إيماننا، إن هو ربنا يسمح بظروف معينة عشان يشوف هنتعامل إزاي ونتفاعل إزاي مع المشكلة اللي احنا فيها والأزمة اللي احنا فيها. هل هننتظر وقت ربنا وتوقيت ربنا وتدخل ربنا، ولا هنبتدي إيه نتبطر ونشتكي ونقول ده فين ربنا وربنا نسينا وكان ممكن يقولوا كده. مع البرز دول كان ممكن يجي يقولوا ايه ده يعني مش قادر يشفينا ولا حاجة، وعشان كده ايه بيبعتنا لحد تاني. زي ما يجي مثلا ايه انسان يكون في ازمة ويروح للكاهن مثلا ولا للخادم بتاعه ويقول له انا عندي ازمة كذا 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 اعمل ايه، يقول له يا حبيبي صلي، فيفتكر ان ابونا ولا الخادم ده لما يقول له صلي بايه بيزحلقه يعني ما عندوش حل للمشكلة بتاعته. فهي ايه يقول لك هو ده اللي ايه خدناه منهم، هو يقول لنا كلمتين صلوا. ولكن الصلاة دي ليها قوة، الصلاة دي معناها ايه؟ معناها ايمان وثقة في ربنا، ان الانسان لما بيصلي بيثق في ربنا وبيحط الايه المشكلة في ايدين ربنا وبيقول له يا رب انا واثق فيك ان انت هتتولى هذه المشكلة وهذه الايه الازمة اللي انا فيه. هتتولاها ازاي؟ هتحلها ولا مش هتحلها، وتحلها امتى، ولا هتحلها بطريقتي انا ولا هتحلها بطريقتك انت، كل ده مش مهم. مهم انها بقت دلوقتي فين؟ في ايدين ربنا. لكن اكتر من كده ده اسمه بقى ايه؟ ايمان وتسليم. يبقى بعد كده الباقي كله على ربنا، الانسان عمل اللي عليه، وده اللي كان السيد المسيح بيحاول يعمله. نيجي للجزء بقى اللي هو يهمنا النهاردة بمناسبة الايه الشكر، رد فعل البرس دول. يقول لنا الآية كده فلما كانوا في طريقهم برقوا، العشرة برقوا من الايه من المرض اللي كان عندهم، فواحد منهم لما رأى انه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. واحد منهم بس شاف ان هو واجب علي ان انا اروح اشكر السيد المسيح، والتسعة الباقيين ايه مشوا ولا سألوا. فليه يعني واحد بس هو اللي قدر وتسعة ما قدروش؟ نحب ناخد ايه تأمل في الايه في النقطة دي بقيت ايه كلامنا النهاردة.
فثلاث نقط نحب نبص عليهم في الايه في النقطه دي. اولا ان الشخص اللي يعني اللي شوفي ده خد وقت لغايه ما شوف، يعني خد وقت عشان يدرك عمل ربنا في شفاء، يعني ما جاش كده ربنا شفاه وهو واقف، لا ده مشي وهو ماشي خد ايه شوفي، وبعد كده قعد مع نفسه وفكر وقال لك ارجع اشكر والكلام ده، يعني في وقت كده ايه تم فيه الموضوع ده. فعشان كده الوقت ده كان كافي ليه ان هو يقدر نعمة ربنا وبركة ربنا عليه، وان هو يقدر قوة ربنا وقدرته على التدخل في مشكلته، وان ابتدت طريقة تفكيره تتغير. يعني الانسان اللي هو بيبتدي يشوف عمل ربنا ده يعني بيبتدي كده يحس ان دي فعلا ايد ربنا. وممكن اي واحد يقول لك ده مثلا الحظ، زي ما ناس كتير تقول لك ده انا كنت في مشكلة وطلعت منها زي الشعرة من العجينة، يقول لك ولا حظي تمام، ولا مثلا ده بذكائي، ولا مش عارف بقدرة مين، ولا بعمل مين. لكن ايه كل ده بيخليهم ينسوا ايه ان اصل الحل ومصدر الحل ومصدر التدخل الاصلي كان منين؟ من ربنا. فهل بنشعر فعلا بنعم الله علينا ولا لا؟ يعني زي ما قلنا ساعات كتير، زي ما بيقول كده سفر مراسي أرمية اللي احنا بنقراه لو تفتكروا يوم الجمعة العظيمة في الساعة 11 لما بنفتح الستر، ان ابونا يطلع على على المنجلية ويقعد يقرأ بالنغمة الحزينة، فيقول لك يقول ان احسانات الله هي جديدة علينا في كل صباح. يعني كل يوم الواحد يفتح عينه الصبح يلاقي فيه احسان جديد وعطية جديدة من ربنا، وياما حاجات الواحد حتى بينسى يشكر ربنا عليه. لان يعني عمر ما ربنا بيسيب انسان مهما كان حالته صعبة وحالته متعبة، ولكن دايما ابليس يعمل يبتدي ينسيك كل ده، وزي ما قلنا يبتدي يحط ان مصدر اي حاجة كويسة في حياتك ده مش ربنا، ده مثلا انت ولا الظروف ولا الناس اللي حواليك ولا اي حاجة تانية بس مش ربنا. او يخليك دايما مش راضي عن حياتك. ساعات الواحد تلاقي في حياته حاجات كتير جدا كويسة وتلاقي دايما برضو بيتبطر، تلاقيه مش مبسوط، تلاقيه مش مكتفي مش مقتنع، وتلاقيه مهما ربنا اداله تلاقيه برضو مش عايز تاني ومش كفاية، ويبص على اللي حواليه وش معنى ده عنده وش معنى ده ما عندهش، ويبتدي كده ما يحسش ان في حاجة يدوق حلاوتها في حياته، لانه هو دايما مش مبسوط ومش مكتفي ومش شاكر. لكن الانسان اللي هو بيقدر نعمة ربنا ده تلاقيه يعني بيعرف يشكر، بيمتلي قلبه بالحب، بيمتلي قلبه بالحب. لان الانسان الشاكر ده يعني انسان مقتنع، يعني انسان مش مثلا يعني دايما كده يعني ما بيكتفيش ودايما ما بيشبعش، لا ده انسان مكتفي وشاكر ربنا. كان مرة كده قصة سمعتها يقولك في الخدام في مصر يجوا قبل العيد، قبل ياخدوا كده يعني أكل وملابس وحاجات كده ينزلوا على إخوة الرب يوزعوه. ففي مرة كده خادم نزل، فكان في واحدة ست كده عجوزة وكانت عايشة تحت بير سلم. تعرفين في مصر يجي تحت بير السلم كده تلاقي ممكن حد يعيش ويتبقى ده بيته يعني، فكان هي الحتة اللي هي عايشة فيها تحت بير السلم ده. فراح لها بيديها بقى الحاجة اللي هو جايبها لها دي، وبعدين بعد ما اديها لها قال لها تعال نصلي مع بعض قبل ما امشي واسيب. قال لها صللنا بقى انت. وقفت تصلي، قالت له اشكرك يا رب، ده انت مغرقني بخيرك، انا ما مش عارفة اودي خيرك عليا ده كله فين، ده يعني انا يعني ما استاهلش كل ده، وإيه خيره عليها ده؟ ده كانت عندها حصيرة وحتة يعني زي ما تقولوا زكيبة كده حاطة فيها هدومها ولا وتبر، وحلة تأكل فيها، وهو ده كل اللي حلتها، يمكن قولة تشرب منه. لكن هي إنسانة مكتفية، هي إنسانة فرحانة، حتى إن الخادم ده استعجب، ده هي عندها ده أنا يعني اللي جايبولها ده ما عندها، يمكن ما عندهاش قد. لكن الاكتفاء والقناعة دي نعمة كبيرة بتخلي الإنسان في
فرحان وتخليه دايما كده ايه يعني ايه شاكر ربنا. تاني نقطة في رد فعل البرس انهم اولوية الشكر في حياتنا. لما رأى الانسان الابرس ده انه شوفي رجع يقدم الشكر لربنا. فقبل اي حاجة تانية قبل ما يروح يفرح اهله قبل ما يروح يشوف اهله قلنا ان هو معزول عن اهله معزول عن الناس معزول عن اي حد. قبل ما يروح يشوف كل الحاجات دي اللي كان محروم منها راح يشكر ربنا. فلما راح له راح للسيد المسيح نلاقي ان هو السيد المسيح ما زعقلوش يعني هو كان قال لهم ايه تروح توري نفسك للكاهن انت وهو وما شافهمش. فلما لف ورجع وهو عارف ان هو ما راحش للكاهن ما زعقلوش مع ان هو يعني يعتبر ان هو خالف كلامه ما راحش للكاهن ورجع. لكن نلاقيه ابتدى ايه يستمع لكلامه ويقبل الشكر منه. ودي حاجة تعلمنا حاجة تاني ان ربنا بيحب ان احنا نشكره بيخلي كده موضوع شكره وتمجيده ده فوق اي حاجة تانية. اولوية الشكر في ايه في حياتنا لربنا. عشان كده دايما نلاقي ربنا اعطى موضوع الصبح والشكر والتسبيح ده قبل اي حاجة تانية. لو تفتكروا في قصة المرأة الخاطية برضو حصل نفس الحكاية قال لهم ايه نقراها مع بعض في متى 7 تقول كده تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. يعني كان ممكن قوي برضو السيد المسيح ياخد على كلامهم أن أنت إيه اللي جايبك هنا يعني الفريسي ده ابتدى يبص له بصة مش اللي هي قال له يعني فكر في دماغه إزاي يقبل واحدة زي دي يعني واحدة فاسدة زي دي تلمسه وفي وسطنا إحنا يعني قادة الشعب اللي هم الفريسيين يعني رجال الدين. وابتدى مش يدينها هي بس ده ابتدى يدين السيد المسيح لكن ايه كل التلاميذ كان همهم ايه الفلوس. يهوذا كان هو ماسك الصندوق وكان همه ان هو حط قد ايه في الايه في الطيب اللي هاشتريته ده لكن هو ما هموش السيد المسيح كل ده. بص عليها وقال لهم ايه اياكم تحد يجي ناحيتي لا تزعجوها لانها عملت عملا حسنا بي. ايه العمل الحسن ده انها ابتدت كده تمجده قدام كل الناس ابتدت انها ايه تديله كده الكرامة قدام الناس مش عشان ربنا مستني الكرامة لكن عشان هو بيحب ان هو ايه ان ياخد الصبح والكرامة لان هو دي سعادته. هو قال لك ايه لذتي في بني ادم. ايه بني ادم دول بيعملوا ايه بني ادم دول ده هو يحبهم يبقوا حواليه. هو عشان كده عمل الملكوت ده عشان نبقى حواليه نشترك مع الملائكة في تسبيح ونشترك مع الملائكة في ان احنا نستمتع بيه هو يستمتع بينا. كنا بنتكلم مع الولاد في كتاب اسمه Purpose Driven Life اكيد كلكم سمعتوا عنه اللي هو بالعرب اسمه الحياة المهدفة ولا الحياة منطلقة نحو الهدف. المهم اللي ما يعرفش عنكم الكتاب ده ده كتاب كتبه واحد بروستانتي كاهن واتباع منه يعني كميات رهيبة جدا ملايين يعني اتباعت منه وترجم للغات عديدة. الكتاب ده عبارة عن رحلة 40 يوم كل يوم اللي بيقرأ الكتاب ده يقرأ يعني يوم من الأيام بحيث ان هو يخلصه بعد 40 يوم وبيتكلم على حاجات كلها من الإنجيل. فمن ضمن الشابترز اللي في الكتاب ده شابتر اسمه خلقت لإسعاد الله. خلقت يعني هي كل الكتاب بيتكلم ايه هدف من حياتي ايه الهدف من حياتي. فمن ضمن اهداف حياتنا ان انت خلقت لاسعاد الله. فيقول لك ان ربنا لما خلق الانسان عمل اداله 6 حواس. فالانسان ابتدى يفكر ان الحواس دي بقت مصدر شر ليه ومصدر اذى ليه. لكن مش هو ده الهدف اللي ربنا خلق له الحواس دي. عشان ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله وحط الحواس دي فيها عشان يسعد بيها يتمتع بخلقته يتمتع بالخلقة بتاعت ربنا
ويتأمل فيها. فزي ما الإنسان بيسعد ربنا برضو بيسعد، لأن قلنا إيه، إحنا على صورته ومثال، بس مش بيسعد بقى بالماديات والملموسات زينا، لا بيسعد بإيه؟ بينا، بعبادتنا، بكلامنا. تخيلوا كده لما واحد زينا كده غلبان كده وأصله تراب يقف يسبح ربنا ولا يشكر ربنا، ده يسعد قلب ربنا. يعني متهيئ لي كل واحد فينا ابتدى يفكر كده، ان انا كلمتين مني لما اقف اقولهم لربنا دي هتسعد قلب ربنا، كنا كلنا ايه اتشهللنا واتنشطنا وقمنا كل يوم نصلي، لان كلامنا ده هيسعد قلب ربنا. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا دايما نفتكر ان احنا عبادتنا وشكرنا وتسبحنا لربنا ده أسمى ما في العبادة، أسمى ما في العبادة، وده اللي بيفرح قلب ربنا. لكن إن لم تقدم الشكر لله، يعني هتبتدي إيه اللي يحصل بقى؟ يعني هتبتدي تبقى عبادتك دي عبارة عن تأدية واجب. يعني زي ما الإنسان كده بيريح ضميره إن هو يصلي ولا يروح الكنيسة، أو يكون محتاج حاجة فيقف كده عشان الحاجة اللي هو عايزها دي ياخدها وبعد كده خلاص. فاللي بيربطه بيه تبادل منفعة. برضو كنا في درس مع الشباب، فكانوا شبهوا علاقة الإنسان أو الصلاة بتاع الإنسان بربنا بالمكنة بتاعة الكنز دي. عارفين المكنة اللي بيبقى فيها الكندي والكنز، تحط الفلوس يطلع لك من الناحية التانية اللي انت بتدوس عليه، دوست على شوكولاتة، دوست على كوك، دوست على جوس ولا whatever، فتدوس عليه. بيقول لك المكنة دي بدل ما انت بتتعامل مع ربنا بنفس الحكاية، بدل ما تحط فلوس بتحط صلاة وتروح دايس على اللي انت عايزه. فلما تكون محتاج حاجة تروح تقف تصلي وتدوس على المكنة عشان ربنا يطلع لك اللي انت عايزه. هو ده ناس كتير تعاملهم مع ربنا بنفس المنطلق، ان هو ربنا ده المكنة اللي بتطلع لك وتعمل لك اللي انت عايزه، فتصلي له عشان هو ده اللغة اللي بتتفهم بيها معاه، ولكن بعد ما يديك اللي انت عايزه خلاص انت هتصلي له ليه بقى؟ لكن اللي بيعمل كده بتلاقي يعني ايه، يبتدي مع يوم بعد يوم بتلاقي علاقته مع ربنا يعني هشة ما فيهاش عمق. هي ايه يعني؟ ربنا بيحزن من هذه العلاقة، زي ما حزن من الايه من العشرة دول. قال لهم ايه في النقطة الثالثة؟ قال للرجل اللي رجع يشكر، فأجاب يسوع قال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له قم وامضي، إيمانك خلصك. يعني هو فرح بيه قوي، بس برضو ايه حزن وقلبه كده اتكسر، ان انا يعني كان نفسي اسمع منهم برضو كلمة شكر. وكأن ربنا يعني بيستنى كلمة الشكر من الانسان الترابي الغلبان، مش بيستناها تزوده ولا تنقصه، لكن قلنا ايه بتفرحه بتسعد قلبه. زي ما الايه الاب والام يلاقوا ابنهم ولا بنتهم كده ييجوا كده يبينوا لهم محبة، ويعني تلاقي كده الانسان بيفرح. اذا كان الانسان مننا بيفرح بشوية الحب والمشاعر والعواطف، يبقى ربنا مش هيفرح؟ ربنا أكيد هيفرح. عشان كده الإنسان اللي بياخد كده يعني بيدي ربنا، ربنا بيديله يعني مش قد ما بيديله، ده أكتر بكتير، ويعني ما بيديله قوة وبيديله هبة وبيديله في هذا اليوم فرح. عشان كده تلاقي بالإضافة لشفائه بس ما استكفاش بهذا، بس السيد المسيح قال له ايه اذهب ايمانك خلصك، ودي الايه الاهم من الشفاء، لان ده الشفاء الايه الدائم، الشفاء الروحي، الشفاء الابدي. يعني ايه قال له كده ايه انا مبسوط جدا من ايمانك، وعشان كده امتدح ايه ايمانه ده. ولو تاخدوا بالكم السيد المسيح كان بيتعمد في معجزات كتير ان هو يمدح ايمان ناس معينين، زي ما عمل مع ايه مع مثلا المرأة نازفة الدم. فاكرين القصة دي؟ كانت في واحدة عندها نزيف دم، وعندها ايه حست كده، قالت انا مش هيشفيني، راحت لأطباء كتير ما حدش قدر يشفيها، قالت انا مش هيشفيني غير السيد المسيح، فانا اروح من ايه من وراه كده وهو ماشي في وسط الناس والمس بس ايه
هود ثوبه، يعني ألمس الجلابية بتاعته كده من ورا. وفعلا راحت، وفي وسط الايه ما هو ماشي كده راحت لمست ايه الجلابية بتاعته من ورا. وفي بالفعل في لحظتها شفيت من ايه من الايه النزيف بتاعها. فالسيد المسيح وقف وابتدى يبص حواليه وقال للتلاميذ مين لمسني؟ فقالوا له مين لمسك؟ ده انت حواليك شوف قد ايه ناس في الزحمه دي كلها، ما كل دول عمالين يلمسوك. قال لهم لا، دي لمسه مختلفه عن اي لمسه تانية، انا حسيت ان ايه قوه خرجت مني. هو كل اللي كان عايز يعمله ايه؟ ان هو عايز يلفت نظرهم للست دي، ولفت نظرهم فعلا لايمانها انها فعلا كانت ايه يعني وثقت فيه، وانها امنت وبايمانها ده نالت الشفاء. بس هو كان ممكن الموضوع يعدي كده من غير ما حد يحس بيه، لكن هو ايه قصد ان هم ايه يحسوا ويشوفوا الايمان ده عشان يتعلموا منه ويتمثلوا بيه. فهو ده اللي بيعمله ربنا معانا، انه كل يوم يقول لك انا مش مهم تخف، لان الجسد ده للتراب والى التراب، من التراب والى التراب يعود، لكن اللي يهمني ايه الروح، يهمني ايمانك، يهمني الفضائل بتاعتك، يهمني ابديتك، هو ده اللي يهمني. عشان كده العبادة الحق عند الله هي ايه؟ هي ان تشكر الله دائما، دي بتفرح ايه؟ بتفرح قلب ربنا. اخر سلايد عشان ما اطولش عليكم، لما السيد المسيح سأل عن التسعة اللي فاضلين، ده كان ايه يعني زي ما تقولوا كان اسف منه وحزن منه، ولكن هم اللي خسروا، لان بيقول لك ايه مرق اسحاق يقول لك ليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر. يعني مفيش واحد الانسان ما بيشكرش ربنا، ربنا مش هيديله اكتر، لان هو ايه ناكر الجميل، لان هو مش حاسس بعطايا ونعم ربنا عليه. ولكن الانسان اللي دايما قريب من ربنا وحاسس بعمل ربنا يشبهوه بالشمعة دي، يقول لك الشمعة دي كل ما بتتعرض للحرارة بتسيح، كل ما بتتعرض للحرارة بتطرى، لكن لو بردت يحصل لها ايه؟ هتنشف. لو جه واحد داس على شمعة وهي والعة يعني مش هتجرى لها حاجة، هتتطبق شوية هتتشكل شوية لكن مش هتتكسر. لكن لو جه داس عليها وهي مطفية ايه اللي هيحصل؟ هتروح مقطومة، لان ايه؟ لانها نشفت. ناس الحكايه بتعمله كده ايه، يقول لك قلب الانسان الشاكر القريب من ربنا ده في كده مشعل بروح ربنا، تلاقيه دايما مفيش حاجه تكسره. وايه اللي هيكسره؟ الشيطان، لان هو الانسان اللي مش شاكر ده مش مقتنع بعمل ربنا ومش حاسس بعمل ربنا، وحتى تلاقيه متكبر، لان الانسان اللي هو ما بينسبش لربنا اي حاجه في حياته تلاقيه متكبر، دايما ينسب كل حاجة لنفسه، لشطارته، لذكائه، لقدرته، لمواهبه، فتلاقيه دايما ايه متكبر. لكن الانسان المتضع ده تلاقي انسان ينسب كل شيء لربنا ويعطي المجد لربنا ويعطي الشكر لربنا، ونبتدوا حتى يمتدحوه، يقول لك ايه ده انا ما فيش حاجة فيا، ده هو دي عطايا ربنا الدهاني، انا ما فيش فضل في اي حاجة، دي نعمة ربنا وعطية ربنا، هو اللي ايه ليليق بيه كل مجد. ربنا يدينا كده ان احنا نتعلم ان احنا نشكر، ونهتم ان احنا نبدل ربنا شكرنا وامتنامنا وتسبحنا علشان ايه نسعد قلب الله، لان ربنا بيسعد بشكرنا وبتسبحنا، وبيحط ده فوق اي ايه شيء تاني في العبادة، لان هو سمو العبادة بيجي من تسبحنا وشكرنا. وإلهنا المجد الدائم الابدي. اي سؤال أي تأمل أو تعليق؟ هو غالبا كده، لأن هو فعلا يعني لما بيبقى إنسان أممي عايز يقول لهم، يعني كانت في مواقف كتير تلاقيه هو دايما كده يعني يمتدح الأممي دول، لأنه بيقول لك إيه ده أنت أحسن من اللي هو متربي في بيتي وعارف عني كل حاجة. وفعلا يعني زي مثلا الاهل نينوى، هو الاهل نينوى دول كانوا امم، ولكن مش معنى ان هم مش يهود ان ربنا هملهم، ده بالعكس، ده حط لهم بعت لهم نبي مخصوص وحط يعني سفر باسمهم وذكرهم في العهد الجديد، وحتى حطهم قدوه لينا في العهد الجديد.
فربنا ما بيهموش الشكل والمنظر الخارجي لكن يهمه القلب. والساعات يعني الواحد كده بيبص كده بنظرة يعني مش كويسة لبعض الناس، ولكن ممكن الناس دول في يوم من الأيام يبقوا أحسن مننا ويسبقونا للملكوت. فعشان كده مهم إن احنا نحب الكل ونحترم الكل، لأن احنا يعني ما نعرفش مين هيبقى فين بعد كده، لكن كل إنسان يحترس ويكون متضع عشان يقدر يوصل للملكوت ما يضربش بالكبرياء يعني. هو كتاب كاتب هو كان سامريا، فواضح ان السامريين دول ما كانوش وحشين بالطريقة اللي هو دايما يهود كان واخدين فكرة عنهم. يعني السامرية نفسها بعد ما تقابلت مع المسيح وكان ليها أخطاء كتير بشرت، والسامري اللي هو اللي شوفي هو الوحيد اللي رجع وشكر. فما اعرفش يعني حسن يعني لو اتأمل فيها بلاقي ان هو مش شرط الانسان ايه هو او منين، بس ممكن يكون في بركة او ربنا يستخدمه لخدمة ناس تانية. ما هو زي الجود سامريتون، السامري الصالح، ما هو ربنا لما حط المثل ده ما قالكش في يهودي كويس هو اللي عمل الموضوع ده، قالك هو سامري عمل الموضوع ده. هو عارف ان اليهود لا يحبوا السامريين ودول زي ما تقولوا في عداوة ما بينهم، عايز يعلمهم ان انت ما تبصش للمنظر الخارجي او المظهر او، لكن بص اهتم بالقلب، لان هو ربنا كل اللي بيهمه القلب مش الشكل واللون ولا المظهر يعني. الجماعة البورس دول كانوا بيحطوهم برا المدينة بعيد. فالمسيح اخذ مشوار طويل عشان يوصل لهم، فده يعني واضح انه ربنا بيدور على الناس التعبانة وبيروح لهم. فدي تأمل برضو حلو انه المسيح تعب عشان يوصل لهم. هو كان يعني كان يحب الخطاة، وعشان كده الفريسيين ما كانوش بيحبوه، عشان كده كانوا بيحاربوه بيقاوموه، لان هو كان دايما يحب مجالس الخطاة ويحب يروح لهم ويسعى اليهم، وهم كانوا منبوذين اللي زي دول في الوقت ده يعني. هم ولا المرأة السامرية ولا ناس كتير كانوا زيهم، كانوا منبوذين يعني. المرأة الخاطئة ليس أكتم. لكن لو انا مش شايف ساعات نفسي ان انا ببقى خاطي كتير او بحس ان انا كويس، ومن اليهود ممكن اللي كانوا بيبصوا له وهو خاطي هو كان بيعمل حاجات احسن منهم، هم حس ان هو كان بيطلب ربنا كان بيستغيث بربنا، على الاقل كان عارف انت كويس. لكن في اوقات كتير انا ساعات كمان بحس ان انا كويس وما فيش حاجه، فازاي الواحد يحس ان هو ابرص فعلا وخاطي ومحتاج شفاء ربنا؟ ما هو يوحنا قال ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا والحق ليس فيه، ولكن اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل لكي يغفرها لنا. فالانسان اللي بيشعر بضعفه هو ده اللي بيرجع لربنا عشان يسند ضعفه، اللي بيشعر بخطيته هو ده اللي بيلجا لربنا عشان يعينه على ان هو يغلب الخطيه دي ويتوب عنها. وهو ربنا قال كده قوتي في الضعف تقوى، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. فهو يحب كده ويحب المتضع ويقاوم المستكبر. فهو المهم ان الانسان يحس الضعف، دي حاجه مهمه جدا، لان دايما الابليس يحاول يخلينا نحس ان احنا مش محتاجين لربنا في حاجه، وهو ده اللي مبني عليه مبدا الشيوعيه. مثلا الإنسان الشيوعي ده إنسان مش محتاج ربنا في حاجة، هو عنده كل حاجة، هو مكتفي، وبيحس إن ربنا ده بيكتفه، هو بس بيحط له رولز وبيحط له قوانين عشان يحرمه من متعة وعشان وعشان. لكن في الحقيقة ده ربنا يعني عايز يحبنا وإحنا نحبه ويبسطنا ويريحنا. فأول حاجة إن الإنسان دايما يلجأ لربنا، وحتى لو في ضعفات قد كده يقول له يا رب انا يمكن اكتر واهم ضعف فيا كبريائي، هو ده اللي حاطط عقبه ما بيني وبينك ان انا
اعترف بخطيتي وان انا اجي لك وان انا التجئ اليك عشان اشفى من هذه الخطيه. ولما ربنا انسان بيلتجئ له عمره ما بيقفل بابه في وشه، ده بالعكس بيحاول ايه ياخده في حضنه ويساعده، زي المثل بتاع الابن الضال. هو ده المثل، ده هو ده الاب بالظبط، الله الاب. ان هو لما جاله الابن الضال رجع له، ما جاش كده قال له روح اتنظف وبعدها تكلمني، ولا انت باي عين تيجي تكلمني بعد ما انت ورثتني بالحياه، ولا لا، ده بالعكس، ده حتى ما استناش ان هو يجيله، ده طلع يجري وقابله اول ما شاف. يعني لو بلغتنا بلغه الايام دي يقول لك ده اب يعني ما عندوش شخصيه. هو فعلا ربنا يعني من طيبته ومن يعني محبته بينسى كل القواعد وكل الرولز عشان خاطر يفرح بإنسان خاطئ. كان في القصة بتاعت أخاب الملك، يقول لك في نهاية أيام أخاب، كان أيامه كان في إيليا النبي، فكان أخاب اتجوز إيزابل، وإيزابل دي كانت بنت كهنة الكاهن البعل، وهي وأبوها أفسدوا كل شعب إسرائيل، خلوه سابوا ربنا وابتدوا يعبدوا البعل ويزنوا، كانوا يعني لخبطوا الدنيا خالص، حتى ان هو قالوا على أخاب ده أشر ملوك بني إسرائيل. فتقول يقول الكتاب كده ان في نهاية أيام أخاب ربنا قال ان هو يعني هتكون آخرته صعبة جدا، ويعني هيعاقبوا عقاب شديد، ويعني كانت يعني كلام مش كويس من ربنا. فيقول الكتاب كده ان هو ابتدى أخاب يرجع لنفسه وابتدى يتغير. فاول ما ربنا حس بالموضوع ده راح لإيليا قال له ايه، بص انا هرجع عن كل حاجة قلتها عن أخاب ده، لان انا حاسس ان هو عنده نية ان هو يتوب ويتغير. واللي حصل ان هو ربنا فعلا ما عملش فيه حاجة، ولكن أخاب كان كل ده ايه يعني ما تمش منه حاجة، ولا تاب ولا رجع ولا تغير ولا ساب إيزابل ولا عمل اي حاجة، ولكن ربنا فعلا رجع في كلامه ورجع عن الشر اللي كان هيعمله فيه وما عملوش فيه. فده يقول لك ان ربنا فعلا يعني قد ايه طيب، وقد ايه ان هو ممكن يغير كل حاجة عشان حتى يرجع في كلامه، عشان نفس، يمكن النفس دي ترجع. وهو ده اللي بيعمله، ان هو كل يوم بينتظر، يقول لك ايه، ينتظر ان احنا نتوب. يعني يقول لك بطئه، فان هو بيحكم الخطاه ده مش عشان هو يعني مع مبسوط من كده، لا، ده لعلهم لو انا اديتهم يوم ولا شهر ولا سنه ولا 10 يمكن يتوبوا ويرجع. فاصبر واتأنى يمكن يرجع يمكن يتوب. تخيلوا ربنا كانه بيتوسل للانسان الخاطئ ده عشان يمكن يتحنن عليه ويتوب. الانسان الخاطئ اللي يتحنن على ربنا ويتوب، يعني لو بصيتوا لها تلاقوها كده، مع ان ده اله الكون، ده يعني بنفخ منه يطير الأرض دي باللي فيها، لكن هو إيه بيحب كل إنسان، وإيه الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحيى. هو ده ربنا. أي سؤال تفضل. أنا بشكر ربنا لما بصلي ولما بقول له شكرا، يعني في أي موقف حصل ولقيت استجابة ولقيت عطاني اللي أنا عايزه وأكتر يمكن. لكن هل في طريق أعمق روحيا، تعبيرات روحية عن الشكر داخلية، غير بس مجرد أن أنا أقول ربنا شكرا؟ هو الشكر ممكن يتم بطرق كتير، يعني واحدة من طرق الشكر أن احنا يعني مثلا لو واحد عمل معروف في إنسان ويقول لك الواحد ده انتقل، والإنسان ده مش عارف يرد المعروف ده لمين، يقول لك أنا عايز أرد المعروف ده لولاده. فيمكن برضو من الحاجات اللي احنا نرد لربنا المعروف اللي عمله وبيعمله فينا، ان احنا نرده له في ولاده. ولاده دول مين؟ اللي هو كنيسة، اللي هي اخواتنا في جسد المسيح. فبرضو او دي اللي احنا بنترجمها بلغتنا الخدمة، ان احنا لما نخدم بعض ونحب بعض، دي برضو تعبير عن شكرنا لربنا، ان انا يا ربي بمقدر عملك معايا، عشان كده عايزة اعمل اي حاجة ان انا اخدم بيتك، اخدم ولادك، اخدم يعني اخدمك بعناية عشان ايه اظهر لك شكري. ده برضو يعني نوع من الشكر، ان احنا
يعني يكون الانسان كده زاهد في كل حاجه في الدنيا مثلا، ان هو يبقى يعني يعبر عن شكره لربنا بان هو يبقى قلبه ملك لربنا، مفيش اي حاجه تانية بتشارك القلب والمشاعر والقدره غير ربنا، لان هو طلب كده. قال لك ايه في اول وصيه في الوصايا العشر؟ تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. فهو يعني دي برضو كحاجه نظهر له بها شكرنا، ان احنا يبقى كل حاجه يعني ايه في القلب ليه هو بس. مش معنى كده ان احنا مش هنحب حد تاني ولا هننسى يعني اي حاجه، بس نعمل كل حاجه من خلال ربنا. يعني زي بولس الرسول قال لك الذين يستعملون العالم كانهم لا يستعملون. يعني ايه؟ يعني احنا عايشين في الدنيا وبنستعمل كل حاجه فيها، ولكن ايه يعني نعيش في العالم لكن العالم لا يعيش فينا. يعني ايه؟ ما يبقاش جوانا ومعشش فينا يعني متعة وكده. ففي صور كتير طبعا، لو قعدنا نتكلم هتلاقي في صور كتير، بس دي يعني حاجة لمحة بسيطة. اي سؤال تاني؟ الأبرص اللي راح للمسيح عشان يشكره، هل اللي تأمل في الحكاية دي إنه هو شافه هو الكاهن العظم، هو قال له روح للكهنة، فيجوز هو كان مش من اليهود أممي، فبالروح القدس حس إنه هو ده الكاهن المفروض يروح يشكره. ممكن أوي يعني هو ساعات الإنسان المنقاد بلوح الرب يعني ربنا بيكشف له حاجات، فممكن قوي يكون يعني فعلا حس بقد ايه يعني ان يعني كفايه ان هو قبله، كفايه ان هو يعني فتح له احضانه ورد ان هو يقف ويتكلم معاه واداله كده منزله. يعني ساعات احنا الواحد بيستهين بالحاجات البسيطه اللي زي دي، يعني مثلا يقول لك في ناس بتبقى مش عايزه اي حد، يعني مش عايزة اي حاجة منك غير ان انت تقعد وتسمع لهم مثلا، او يعني كلمة منك تريحهم، او انسان يعني مثلا تقدم له كده عمل محبة بسيط هيفرق معاه جدا، لانه محدش بيهتم بيه ولا بيقدره ولا بيحترمه. فممكن يكون يعني الروح القدس كشف له حاجات احنا ما نعرفهاش. فعشان كده يعني الانسان اللي يعني الشكر ده بيفتح قلب الانسان، يعني بيخليه كده يعني يفتح عينيه ويفتح قلبه، لان هو انسان ممتن لربنا، وربنا عشان كده بيكشف له حاجات ما كشفهاش للناس التانية. انا شاكر محبتكم، اشكركم ان انتوا اديتوني يعني فرصه ان انا اتمتع معاكم بالشكر ونتعلم مع بعض. يعني اتفضل نصلي. امين هللويا زك سابت ريك ايوك اجيوب نير ماتيك نكايك استوسيون استونيون امين تنوشيفو لفكو Je open choice Jesus de Christos is monimo en viaru nemni siti nemni se mare pek nine te kirin o en soften pek le o sutie mono o nainan kirieleison kirieleis kiria flogison amin es moero es mi metania con ievo con de Christos benoti أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، أقرر لنا سلام، أغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لقد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. الآن محبة الله الأب ونعمة الابن وحيد شركة موت عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.